صحيح. بس هو أول نقطة في الاقتصاد هي العملة والسلعة. السلعة العملة دي احنا عندك الجنيه وفي شغل على الجنيه من ساعة ما حصل الإجراءات الاقتصادية اللي ممكن تكون حضراتكم فاكرينها أكيد كانت سنة 2016. السلعة نفسها اللي موجودة في سوق، انت عندك سوق كبير في مصر، احنا بلد تعدادها 100 مليون نسمة، سوق ضخم جدا عنده قدرة يعني على استيعاب كم مهول من السلعة بمختلف طبقات المجتمع. وزيد على ده ان احنا للأسف شعب استهلاكي، احنا بنستهلك اكتر، يعني ممكن واحد يدوس على نفسه حبتين ثلاثة عشان يبقى معاه تليفون جديد، يدوس على نفسه اكتر عشان يجيب عربية احسن، في ناس بتدوس على نفسها شوية عشان تفاصيل كتير جدا حضراتكم عارفينها. الشعب المصري شعب استهلاكي، وبالقياس في حاجات تانية انت ممكن تجيب شوية يعني تنزل تجيب شوية طلبات للبيت وشوية رغيفة عيش كده من النقط بتاعتك وتاكل منه رغيفين ثلاثة وتسيب الباقي يقدد وترميه. احنا بنستهلك كتير، فالسوق بتاعك سوق قوي، في حركة رائجة للبيع وللشراء. المنتجات اللي موجودة عندك في السوق المصرية دي جاية منين؟ يا إما صناعة محلية حكومية أو رأس مال وطني، الرأسمالية الوطنية يعني رجال أعمال مصريين القطاع الخاص، ده اللي من الداخل، وفي سلع بتأتي من الخارج. لو أنا دلوقتي عندي ابن في المدرسة ونزلت المكتبة لقيت أستيكة وقلم رصاص وقلم جاف مصري وزيهم صيني بس عليه استكر عليه لعبة عليه ما عرفش إيه، ابني هيشبط في دي، في حين أن ممكن يكون الناحية التانية المنتجات المصرية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها الأستيكة والقلم الجاف والقلم الرصاص جودتهم أحسن هيعيشوا أكتر مع الولد. يبقى أنا كده عملت ايه؟ الراجل اللي استورد كسب والراجل اللي صنع خسر، بس الراجل اللي صنع ده ما هوش لوحده، ما هوش بطوله، هو عنده عمال في المصنع وبيدفع ضرائب كهرباء ويدفع ضرائب غاز ويدفع ايجار مكان وفي عمال شغاله بتاخد مهيه. مره انا مش هشتري لابني ده وحضرتك مش هتشتري لابنك ده وحضرتك مش هتشتري لابنك ده، المصنع هيقفل، الدولة خسرت موارد زي الكهرباء والغاز، العمال اتسرحوا وقعدوا في بيوتهم عشان الراجل صاحب المصنع ما بيكسبش. فيبقى أنا الحل إيه؟ إن أنا أشتري من المصري. طب أنا المصري عندي خامته مش قد كده، يبقى أعمل إيه؟ أدعم الصناعة. إحنا خدنا خطوة دعم الصناعات، خدنا دعم لاستهلاك الطاقة للمصانع. الناحية التانية أقنن عملية الاستيراد، مش هقول شركات الاستيراد والتصدير اقفلوا، لا بالعكس اشتغلوا، بس اشتغلوا في القطاعات اللي مش موجودة عندي في البلد اللي ما فيهاش صناعة. ما تستوردش حاجة أنا بصنعها في البلد، أقول للناس اللي بتصنع اعلى بالمنتج بتاعك وأقول اللي بيستورد استورد اللي مش موجود عندي، ولو عايز تستورد اللي موجود عندي فلو سمحت هتستورده بمستوى أعلى، ما تروحش تجيب لي بواقي الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين وتصرفها هنا في مصر. ما يبقاش مثلا موسم زي، أنا بدي أمثلة هايفة، احنا بنتكلم في حاجات أكبر من كده، احنا بنتكلم في أجهزة كهربائية، بنتكلم في حديد، بنتكلم في كونتينرات ضخمة، أنا بدي أمثلة صغيرة جدا جدا عشان اللي بيمشي على الصغير بيمشي على الكبير. ما يبقاش موسم مثلا الملابس موجود في أمريكا وفي أوروبا، ودي برضو تاني حاجة بسيطة جدا، احنا بنتكلم بالنسبة للاقتصاد دي حاجة بالملايين، يعني في اقتصاديات بالمليارات، فسوق الملابس يبقى مثلا من شهر الصيف، مثلا نتكلم في فصل الصيف من شهر 5 لغاية شهر 8 أو من شهر 3 لغاية شهر 8 والحاجة تخلص، ويخلصوا من ملابس وتتركن على جنب فتتبعت عندك في مصر، هي غير مطابقة للمواصفات الأوروبية لأنها قعدت في المخزن فيجي يصرفها عندك في البلاد اللي زينا. لا، احنا نحط قانون يحمي، عايز تستورد استورد،
بس على مستوى المنتجات الجيدة اللي ينفع تكون في السوق المصري، ومن الناحية التانية لازم تشجع الصناعة الوطنية عشان يبقى فيه منافسة عادلة تحمي ده وتدي فرصة لده يشتغل. إحلال واردات اللي داخل أنا بغيره بصناعة مصرية برأس مال وطني قوي، شجع القطاع العام إنه ينتج وشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال إنه ينتجوا عشان يبقى عندي عمالة بتشتغل، عمال بيلاقوا قوت يومهم. على أي حال إن شاء الله شهر مارس هيبتدي هذا الإجراء، إن شاء الله هيرجع بالخير على مصر وعلى الصناعة المصرية. صباح الخير عليكم.